هنطير مع حضراتكم سريعا الى ملعب اللقاء استاد المقاولون العرب مع الزميل العزيز محمد طه عشان نتعرف معاه على اخر اجواء ملعب المباراه واخر استعدادات الفريقين قبل هذا اللقاء الذي يجمع بين فريقي البنك الاهلي وبيراميدز. يا محمد مساء الفل عليك. مساء الخير ابراهيم وكل التحيه طبعا لضيوفك واكيد شكر موصول لكل مشاهدينا. مباراه هامه جدا البنك الاهلي وبيراميدز من استاد المقاولون اللي كان مفترض تلعب في استاد القاهره، ولكن نظرا لبعض الاصلاحات بعد نهايه كاس الامم الافريقيه تحت 20 سنه تم نقل هذه المباراه الى هذا الملعب. يمكن اجواء هنا يعني حماسيه واضحه جدا على الفريقين منذ وصولهم، الامور متوتره كثيرا بالتاكيد في البنك الاهلي الفريق الذي يسعى بكل تاكيد لاي نقطه، خصوصا ان المدير الفني بابا فاسيليو اللي يمكن كان كل محاضراته للفريق انه لازم مباراه هي اللي هتخرجنا من عنق الزجاجه اللي احنا فيه. خمس مباريات قادها المدير الفني، ثلاث هزائم وتعادلين، فبالتالي يبحث بشكل كبير عن فوز سواء لنفسه كمدير فني مع فريق البنك الاهلي او حتى للفريق حتى يعود لنغمه الانتصارات مره اخرى، وقد تؤثر نتيجه اليوم في قرار بقائه في نادي البنك الاهلي. يمكن ما فيش تغييرات غير تقريبا تغيير او اثنين لفريق البنك الاهلي في التشكيل، ولكن سعيد سومبري بيستمر في مركز الدفاع للمباراه الثالثه بالنسبه لفريق البنك الاهلي. على الجانب الاخر فريق بيراميدز واللي بيسعى بشكل كبير للمزاحمه في المنافسه والوصول المركز الثاني وتقريب النقاط مع النادي الاهلي، وضغط كبير جدا طبعا من النادي بيراميدز للوصول الى هذه النقطه، وكمان هو فوز هيكون بشكل معنوي ليه كمان قبل سفره الى المغرب للقاء الجيش الملكي. يمكن هناك بس غيابين عن فريق بيراميدز اليوم، رمضان صبحي للاصابه واللي اكتمل شفائه، ولكن فضل باتشيكو اراحته في هذه المباراه وهيكون جاهز للسفر في المغرب، واحمد فتحي النهارده اللي بيغيب للحصول على الانذار الثالث. كما قلت لك يمكن تعليمات مشدده جدا من باتشيكو اللي بيسعى بشكل كبير انه يفوز ويتقدم في المنافسه على لقب الدوري وايضا في الجزء المعنوي قبل السفر الى المغرب. الفريقين اجروا عمليات الاحماء، 25 درجه مئويه درجه حراره هذا الملعب الان، بعض الاتربه الخفيفه ولكن يعني بدات تزول نسبيا مع بدايه المباراه، ان شاء الله تكون الامور افضل بشكل كثير. يمكن دي كل الاجواء من استاد المقاولون العرب. تنتقل الكلمه اليك يا ابراهيم، تفضل.